السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتكلموا على درس جديد في الميكانيك عنوانه قوانين نيوتن. بالنسبة للمحاور ديال هذا الدرس هي كالتالي: المحور الأول متجهات السرعة اللي غادي نشوفوا من خلاله متجهات الموضع، ثم متجهات السرعة اللحظية. المحور الثاني متجهات التسارع، غادي نتكلموا من خلاله على متجهات التسارع في معلم ديكارتي، ثم متجهات التسارع في معلم فريني. فيما يخص المحور الثالث قوانين نيوتن، غادي نتكلموا من خلال هذا المحور على القانون الاول لنيوتن، القانون الثاني لنيوتن، ثم القانون الثالث لنيوتن. المحور الاخير من الدرس هو تطبيقات القانون الثاني لنيوتن. غادي نتكلموا على تطبيق رقم 1 حركة جسم صلب فوق مستوى أفقي، ثم تطبيق رقم 2 حركة جسم صلب فوق مستوى مائل. إذا ننتقلوا للمحور الأول. المحور الأول هو متجهات السرعة. إذا قبل ما نتكلموا على متجهات السرعة نذكروا بنسبيات الحركة. الحركة والسكون مفهومان نسبيان، أي أن الأجسام لا تتحرك إلا بالنسبة لأجسام أخرى، أي أنه لدراسة حركة جسم ما يجب اختيار جسمان مرجعيان أو مرجعا لهذه الدراسة، ولتتبع التطور الزمني للجسم المتحرك يجب اعتبار معلم للفضاء ومعلم للزمن مرتبطان بالجسم المرجعي. إذا الحركة والسكون مفهومان نسبيان، إذا الجسم يمكن أن يكون في حركة أو سكون. إذا على حساب الجسم المرجعي، إذا خصنا نختاروا جسم مرجعي، وهذا الجسم المرجعي كيكون مرتبط بمعلم للفضاء ومعلم للزمان. إذا شنو هو معلم الفضاء؟ كيكون الأصل ديالو هو أو، وعنده قاعدة متعامدة ومنظمة. نستعمل مجموعة من الأجسام المرجعية الخاصة، وذلك حسب المجموعة الميكانيكية التي نريد دراستها، بحيث نختار المرجع الأرضي باش ندرسوا الحركة ديال السيارات والقطارات والقذائف، ثم المرجع المركزي الأرضي لدراسة حركة الأجسام التي تتحرك حول الأرض مثل الأقمار الاصطناعية إلى آخره، ثم المرجع المركزي الشمسي لكي تسمى كذلك مرجع كوبرنيك لدراسة حركة الكواكب والمدنبات التي تبعد كثيرا عن الأرض. إذا بالنسبة لهذا المرجع ما غاديش نستعملوه لأنه خاص بعلوم فيزيائية وعلوم رياضية. إذا ثانيا معلمات موضع نقطة من جسم متحرك. إذا عندنا جسم في حركة باش نمعلموه، إذا خصنا لابد من تعريف متجهات الموضع. إذا ناخذ هذا المعلم المتعامد مومنتا، وهذا كما كتشوفوا معرف بالأوفصول و إكس الأورثو و إيكغيك ثم الأنسوب و زد. إذا خذينا نقطة هنا أم من الفضاء، إذا بالنسبة للجسم في حركة، إذا هذه النقطة M باش نحددوا الموضع ديالها، إذا خصنا نربطها بهذه المتجهة أو M. إذا هذه المتجهة أو M تسمى بمتجهات الموضع. إذا باش نحددوا التعبير ديال هذه المتجهات الموضع أو M، نسقط M على المستوى أو إكس Y، مستوى أو إكس أو Y، ثم كنسقطوا النقطة M على الأنسوب أو Z. إذا بالنسبة للتعبير ديال متجهات الموضع او ام في معلم ديكارتي هو او ام تساوي اكس اي زائد ايغريك جي زائد زد كا. اذا هذا هو التعبير ديال متجهات الموضع في معلم ديكارتي، بحيث اكس ايغريك وزد كتمثل الاحداثيات الديكارتيه للنقطه ام، كما انها تمثل المعادله الزمنيه للحركه على كل محور. اذا نتكلموا كذلك على المنظم ديال متجهات الموضع. المنظم هو كناخذ او ام بين دوبا اللي كتساوي المسافه او ام كتساوي الجدر مربع ديال اكس او كاري زائد ايغريك او كاري زائد زد او كاري. ثالثا متجهات السرعه اللحظيه. تعريف شنو كنعرفو بمتجهات السرعة اللحظية؟ متجهات السرعة اللحظية لمركز قصور جسم صلب تساوي مشتقات متجهات الموضع بالنسبة للزمان أو إم. نعبر عنها بالعلاقة التالية: إذا متجهات السرعة كنربطو لها في فيتاس في جي، متجهة تساوي المشتقة ديال أو إم بالنسبة
للزمن. إذا هذا هو التعبير ديال هذه العلاقة، مهمة جدا. إذا متجهات السرعة كتساوي المشتقة ديال أو إم بالنسبة للزمن. وحدة قياس السرعة اللحظية للنظام العالمي للوحدات هي المتر على الثانية ديال الوحدة العالمية. متجهات السرعة اللحظية في معلم ديكارتي تكتب متجهات الموضع في معلم ديكارتي كما يلي: أو إم كتساوي إكس إي زائد إي جي زائد زد كا، أي أن متجهات السرعة اللحظية هي، إذا كناخذوا هذا التعبير ديال متجهات الموضع إكس إي اللي هو إكس إي زائد إي جي زائد زد كا، وكندخلوا عليها الاشتقاق بالنسبة للزمان. إذا كما كتشوفوا هنايا كنعوضوا أو إم التعبير ديالها. إذا بالنسبة للاشتقاق عندنا إكس إي، عندنا جداء، عندنا هنا جداء يعني المشتقة غتدخل على إكس ونخليو إي ثابتة، زائد نخليو إكس ثابتة وندخل المشتقة على إي. إذا بالنسبة للمشتقة ديال إي وجي وكا كتساوي صفر، لأن إي وجي وكا توابت يعني متجهات واحدية ثابتة في المعلم. إذا غنكتفيو فقط بالاشتقاق ديال إكس وإيكغيك وزا. إذا في جي هي المشتقة ديال إكس بالنسبة للزمان في إي، زائد المشتقة ديال إيكغيك بالنسبة للزمان في جي، زائد المشتقة ديال زد بالنسبة للزمان في كا. بالنسبة لديد إكس على ديد تي كنسميوها إكس بوان، وديد إيكغيك على ديد تي كنسميوها زد بوان، وديد زد على ديد تي كنسميوها زد بوان. إذا هاد ديد إكس على ديد تي هي في إكس، وديد إيكغيك على ديد تي هي في إيكغيك، وديد زد على ديد تي هي في زد. بحيث في إكس هي ديد إكس على ديد تي كتساوي إكس بوان، في إيكغيك كتساوي ديد إيكغيك على ديد تي هي إيكغيك بوان، وفي زد كتساوي ديد زد على ديد تي هي زد بوان. إذا هاد في إكس وفي إيكغيك وفي زد كتسمى أو تمثل إحداثية ديكارتية لمتجهات السرعة. منظم متجهات السرعة عند لحظة معينة تي هو، إذا في بين دوبا اللي كتساوي المنظم ديال في كتساوي الجذر مربع ديال في إكس أوكاري زائد في إيكغيك أوكاري زائد في زد أوكاري. تطبيق رقم واحد، إذا غادي نعطيكم تطبيق. إحداثية متجهات الموضع أو إم خلال حركة جسم صلب في معلم متعامل ومنظم آر أو إي جي كا هي: إذا عندنا إكس، التعبير ديال إكس هو 4 تي، والتعبير ديال إيكغيك هو 2 تي أوس 3، ثم التعبير ديال زد هو 10 تي أوكاري. السؤال الأول هو: عبر عن متجهات موضع أو إم عند لحظة تي، ثم حدد منظمها عند لحظة تي كتساوي جوجية التوالي. السؤال الثاني: حدد إحداثية متجهات السرعة في عند لحظة تي، ثم حدد قيمتها عند لحظة تي كتساوي جوجية التوالي. إذا بالنسبة للسؤال الأول هو نعطيو التعبير ديال أو إم في هذا المعلم. نعلم أن أو إم شنو كتساوي؟ هي إكس إي زائد إيكغيك جي زائد زد كا. اذا نعوضوا اكس و ايغريك و زد التعابير ديالهم في المعادله السابقه. اذا عندنا اكس هي 4 تي، وبالنسبه لايغريك هي 2 تي اس 3، وبالنسبه للزد هي 10 تي او كار. اذا هذا هو التعبير ديال متجهات الموضع. المنظم ديال متجهات الموضع، اذا هو التعريف هو جذر مربع ديال اكس او كار زائد ايغريك او كار زائد زد او كار. إذا هنا إكس أو كاري هي 4 تي كل أو كاري اللي غتعطينا 16 تي أو كاري، ثم إيكغيك هي 2 تي أوس 3 الكل أو كاري يعني هي 4 تي أوس 6، ثم هنايا زد هي 10 تي أو كاري هي 100 تي أوس 4. إذا هذا هو التعبير ديال منظم متجهات الموضع. هذا الجواب على السؤال الأول. السؤال الثاني: تعبير ديال متجهات السرعة. نعلم أن في هي متجهات السرعة كتساوي مشتقة ديال متجهات الموضع بالنسبة للزمن. إذا غناخذ التعبير ديال متجهات الموضع اللي هو هذا، وغنقوم بالاشتقاق ديالو، ندخلوا عليه الاشتقاق. إذا المشتقة ديال 4 تي هي 4، المشتقة ديال 2 تي أوس 3 هي 6 تي أو كاري، ثم المشتقة ديال 10 تي أو كاري هي 20 تي. إذا كما قلت لكم سابقا أن المشتقة ديال إي وجي وكا